المسائية من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوين الملف. بوتين يرى في مناورات الأطلسي في البحر الأسود تحديا خطيرا، ولندن تشير إلى مخاطر تنذر بنشوب حرب بين الغرب وروسيا. أي عناوين عسكرية ترصدها موسكو في تحركات النيت وتحشيده عند الحدود الروسية؟ وفي الاتهامات لبيلاروسيا وموسكو بشأن المهاجرين، هل يفتعل الغرب الأوروبي أزمة أم يخشى تغييرات جيوسياسية؟ بنبرة هادئة لكن لا تخلو من التحذير، جاء تعليق الرئيس الروسي على المناورات الأمريكية في البحر الأسود. بوتين رفض اقتراحا عسكريا بإجراء تدريبات مضادة، لكنه كان حاسما عندما اعتبرها تمثل تحديا خطيرا. فأي عناوين عسكرية ترصدها موسكو في تحركات الناتو؟ موسكو تبدو صريحة في رفضها تصعيد التوتير، لكنها تجري تدريبات في المتوسط، فهل تناور للردع وبمنطق الاحتساب والرد غير المباشر؟ في المناورات الأطلسية تمنح أوكرانيا مرتبة لافتة بالإشراف عليها إلى جانب البحرية الأمريكية، وهنا تطرح الأسئلة، لماذا يجري تمييز البحرية الأوكرانية بين كل الدول المشاركة؟ وهل ترسل واشنطن بذلك إشارات لتحديد مسرح التصعيد مع روسيا؟ التجيش الأطلسي في الجوار الروسي ينطلق على وقع اتهامات أوروبية لبيلاروسيا وموسكو بشأن أزمة المهاجرين، فلماذا تزج الدول الأوروبية بهذه الورقة الآن؟ هل تريد ضمها إلى دائرة الصراع الأوسع مع روسيا، أم أن مخاوفها من تغييرات جيوسياسية دفعتها إلى هذا الاشتباك؟ مشاهدينا في المسائية اليوم حول هذا الموضوع، معنا من واشنطن رئيس مركز السياسة الأمنية في واشنطن فريد فلايتس، ومعنا من برلين الإعلامي والخبير في الشؤون الأوروبية أستاذ أكثم سليمان، ومن موسكو مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط الدراسات الاستراتيجية إلينا سوبونينا. أحييكم ضيوفي من موسكو واشنطن وبرلين. الرئيس الروسي مشاهدينا فلاديمير بوتين يقلب الطاولة على الغرب على خلفية أزمتي أوكرانيا وبيلاروسيا، ويبادر إلى التهدئة من موقع القوة، فيما رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر يؤكد أن هناك مخاطر تنذر بنشوب حرب بين الغرب وروسيا. هذا تقرير لسلام العويدي. ينظمون تدريبات غير مجدولة في البحر الأسود، يبدو ببساطة أنهم لا يسمحون لنا بالاسترخاء. حسناً، ليعلموا أننا لا نسترخي. روسيا لا تسترخي وتتعقب تدريبات حلف شمال الأطلسي في البحر الأسود، وينفذ طيرانها طلعات يومية لمرافقة طيران الناتو الاستراتيجي لطرده بعيداً عن المجال الجوي الروسي. لعبة القط والفأر بين روسيا والأطلسي اقتربت من ذروتها، الأمر الذي تطلب إبداء عقلانية لخفض مستوى التصعيد. الرئيس بوتين تلقف زمام المبادرة ودعا جنرالاته إلى عدم إجراء تدريبات عسكرية في البحر الأسود على الرغم من تحمسهم الشديد لها، وذلك لإعطاء فرصة لتمكين المنطق السليم على منطق القوة. لا شك أن بوتين لمس من تصريحات نظيره الأمريكي الأخيرة عدم رغبة جو بايدن في المزيد من التصعيد، ولا سيما على مسار أزمة اللاجئين بين بيلاروسيا وجارتها، وما يخدم الجنوح إلى تبريد الجبهات مبادرة مينسك إلى إيقاف استقبال المسافرين من مواطني بعض دول الشرق الأوسط والإعازة لخطوط الطيران البيلاروسية إلى الالتزام بذلك فورا. بيلاروسيا تعمل أيضا على وضع خريطة طريق للخروج من أزمة اللاجئين على حدودها مع جارتها، داعية في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي إلى الحوار لإنجاح المبادرة. مينسك التي لوحت بإيقاف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أراضيها تعول على دعم الحليف الروسي في إطلاق هذا الحوار، ولم يكن من قبيل الصدفة أن ترسل روسيا فوجا من المظليين لإجراء تمارين عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا ليكون الحوار المزعوم معززا بالقوة. وإذا استطاعت موسكو استيعاب الضغط عليها من البوابة البيلاروسية، فإن معركة أوكرانيا ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات. كذلك سد الثغرة البيلاروسية يفتح التسجيل لصالح روسيا
في هذا النزال الطويل. سلام العبيدي، موسكو، الميادين. تحول مباشرة إلى موسكو السيدة إيرينا سبونينا. أسعد الله مسائك سيدة سبونينا. كيف يمكن فهم وتقييم الحالة الأمنية والعسكرية الآن، وأيضا ربطها بالتصعيد السياسي فيما يجري حاليا في البحر الأسود؟ مساء الخير. الحالة الأمنية في البحر الأسود وعلى الحدود ما بين روسيا وأوكرانيا هي حالة متوترة أكيد، ولكن من الواضح أن مواطني روسيا لا يريدون أي تصعيدا، ولا أحد يخطط عملية عسكرية هناك في هذه المنطقة. فموقف روسيا هو الآن موقف دفاعي بحت، مثل ما قال رئيس بوتين، هم حلف ناتو لا يريدون من روسيا أن تسترخي، وهذا هو يبدو أنه هذه المناورات من قبل دول الغرب هي مناورات استفزازية. هم يقولون أنهم يدافعون عن أوكرانيا، طيب لماذا يدافعون عن أوكرانيا؟ روسيا لا تخطط أي عملية عسكرية ضد أوكرانيا الآن، ليست من مصلحة روسيا هذه العملية. فيبدو وقراءتنا في موسكو أن دول ناتو هي تبحث عن أي حجة للاقتراب من حدود روسيا. هم اقتربوا من حدود روسيا ولكن يريدون بعد. هم الآن يقومون بمناورات غير مجدولة في البحر الأسود. طيب لماذا؟ ليست روسيا هي قريبة الآن من أمريكا، أما سفن أمريكية حربية هي موجودة في البحر الأسود، وأمريكا هي غير مطلة على البحر الأسود. ماذا تفعل أمريكا هناك؟ حتى في تركيا يستغربون من هذا الأمر، رغم أن تركيا هي عضو في حلف ناتو. طيب فقط للاستفسار سيدة سبونينا قبل أن أنتقل إلى ضيوف آخرين، لماذا رفض الرئيس بوتين أي مناورات مضادة في البحر الأسود، وهي اقتراحات كما قالت المصادر الروسية قد قدمت للرئيس بوتين للقيام بذلك، لكنه رفض ورفض التوتر، بينما مقارنة مع 4 أو 5 شهور ماضية البحرية الروسية أطلقت النار تحذيريا على المدمرة البريطانية ديفندر، يعني التعامل كان مختلف. لماذا وقتها كانت روسيا مستعدة للذهاب لمواجهة بينما الآن تقول لا نريد ذلك؟ لأنه وقتها المدمرة البريطانية هي دخلت المياه الإقليمية الروسية، رغم أنها هي لم تعترف بأنها مياه إقليمية روسية، لأنهم لا يعترفون بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا. الآن هم ما دخلوا الحمد لله المياه الإقليمية الروسية حتى بالقرب من شبه جزيرة القرم. نعم، رئيس بوتين كما يبدو لا يريد مزيدا من التوتر، ولكن اسألوا أي واحد من مواطني روسيا، لا أحد يريد مثل هذا التوتر، ورئيس يعرف هذا الشيء بشكل جيد. ولكنني لا أستبعد أنه بعد فترة قصيرة من الزمن ممكن أن تكون هناك مناورات عسكرية روسية في البحر الأسود، لأنه الأمريكان وحلفائهم كما يبدو لا يفهمون إلا لغة القوة بعض الأحيان. روسيا لا تراهن على القوة أبدا. طيب، ولكن روسيا مضطرة ممكن أن تكون أن ترسم خطوطا حمراء لهم. طيب سيد فلايتس في واشنطن، استمعت لوجهة النظر الروسية، الروس منزعجين انزعاج كبير، يعتبرون ما يجري استفزازا لهم وتشجيعا أيضا لدول مجاورة مثل أوكرانيا وجورجيا على الاستمرار في استفزاز روسيا. كيف ترى المسألة من وجهة نظرك؟ يسرني أن أكون معكم الليلة. أهلا وسهلا. أعتقد أنني أتوافق الرأي مع زميلتي في روسيا أن التفسير الأمريكي لإرسال السفن إلى البحر الأحمر هو للتعبير عن حرية الملاحة والتعبير عن
ولكن طبعا لا شك في أن أمريكا ترسل رسالة يعني حول حرية كريمية، ولا شك في أن الروس يجدون في ذلك استفزازا، وأعتقد أن الحكومة الروسية تعتبر ذلك كما لو أنه صفعة، لأن سفن الناتو اقتربت كثيرا من حدودها، خصوصا أن طبعا الناتو لم يتقبل وضع اليد الروسي على شبه جزيرة القرم في 2014، وبالتالي فإنهم يعتبرون في ذلك استفزازا. طبعا لا أحد يريد مواجهة عسكرية، وهناك خطورة في حدوث أزمة عسكرية بسبب سوء حسابات إذا ما اقتربت السفن الروسية كثيرا من السفن الأمريكية أو سفن أخرى تابعة للناتو في المنطقة. وإنما أقر بأن هذه المناورات يعني ترتبط أو يعني لها معاني أكثر من التعبير عن حرية الملاحة فحسب. طيب الهدف الحقيقي سيد فلايتس من هذه التحركات الأمريكية والأطلسية في البحر الأسود، يعني ماذا تريد واشنطن تحديدا من خلال التواجد بشكل مستمر والتأكيد على ذلك في 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 هذه المنطقة؟ أنا لست أقول أن حرية الملاحة ليست أحد الأسباب التي دفعت إلى إجراء هذه المناورات، وهذا ما كانت قد فعلته أمريكا أمام البحرية الصينية، وكان ذلك أدى إلى استفزاز الصين. وبهذه الحالة أمريكا تعبر عن حرية الملاحة في هذه المنطقة، حيث أن طبعا دول الناتو هي مشتركة في هذه المياه، ولكن أيضا هناك تعبير من خلال هذه المناورات عن دعم هذه الدول لأوكرانيا، وهذا طبعا لا يسر روسيا. لكن قد يكون هناك أو يتحدث كثير من الخبراء عن أهداف تتعلق بضم دول مثل أوكرانيا وجورجيا إلى حلف الأطلسي. أستاذ أكثم سليمان، أسعد الله أوقاتك في برلين. هذه الخطوة تشجيع أوكرانيا على الانضمام الأطلسي وجورجيا كذلك خطوة تعتبرها موسكو خطا أحمر، الولايات المتحدة الأمريكية ربما ترى فيها مصلحة وتشجع هذه البلدان على الانضمام، لكن بالنسبة للأوروبيين يبدو الأمر محل خلاف، أليس كذلك؟ مساء الخير بداية للجميع. بالنسبة لضم جورجيا وأوكرانيا بشكل رسمي إلى حلف شمال الأطلسي، هذا أمر له عوائق قانونية الآن، إنما فعليا هذه الدول الآن تعيش وفق هذه المناورات تحت جناح حماية حلف شمال الأطلسي، وهذا هو مصدر قلق موسكو الأول، لكنه فقط مصدر أول، هناك مصدر ثاني. إذا نظرت إلى الخريطة حاليا هناك قوس أزمات ممتد من مناورات إسرائيلية في البحر الأحمر إلى تواجد عسكري في شرق المتوسط إلى الآن البحر الأسود، المناورات الأمريكية إلى الحدود البولندية البيلاروسية. عندما ينظر المخطط الروسي إلى هذا القوس يشعر بخطر، وخطر شديد على الأسطول الروسي ومحاولة شل حركة الأسطول الروسي. المعروف أن الأسطول الروسي ليس لديه إلا مدخلان للبحر الأبيض المتوسط، مرة القاعدة العسكرية في سوريا ومرة الميناء الرئيسي سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. وعندما تكون المناورات مرة من طرف البحر الأحمر ومرة في البحر الأسود، هناك حد من قدرة روسيا على الحركة. ماذا لو جرى ما لا يحمد عقباه؟ هنا يكون الروسي في وضع صعب. الآن بالنسبة للأوروبيين، بالتأكيد هناك أصوات ناقدة ترى في الأمر أيضا إشعالا لجبهة أوروبية أو تسخينا في المكان الخطأ، لكن إعلاميا سياسيا تقف أوروبا حتى الآن إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، مرة فيما يتعلق بالحدود بين روسيا البيضاء بيلاروسيا وبولندا. لكن ألا تعتقد أستاذ أكثم بأن الولايات المتحدة تستفز روسيا أو تتحدى روسيا في البحر الأسود ولكن على حساب الأوروبيين؟ يعني التوتر
مركزه الجغرافي في الدول الأوروبية وليس في الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن هذا التوتر على حساب أوروبا الذي تقوده واشنطن. هذا صحيح، التوتر كان دائما في أيام الحرب الباردة واليوم هو في أماكن أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية لم تشهد، إذا نسينا الآن بيرل هاربر والهجوم الياباني، هجوما عسكريا من الخارج في تاريخها، لكن الأوروبيون حتى الآن أو الأوروبيين حتى الآن لم يظهروا موقفا معبرا خارج الآن السياق الفكري أو الإعلامي عن هذا الخطر. هناك محللون نعم يرون أن التوتر مع روسيا يخدم ضرب العلاقات الروسية الأوروبية، والتي عنوانها الأخير كان التوافق على موضوع خط أنابيب نورث ستريم 2 أو سيل الشمال 2، فهذه تعتبر الآن ضربة إلى الوراء أو خطوة إلى الوراء في العلاقات الأوروبية الروسية. تسخن واشنطن بالتعاون مع حلفاء مخلصين كبولندا في حالة بيلاروسيا، كأوكرانيا في حالة البحر الأسود، لكن يدفع الثمن طبعا خوفا وتوترا وقلقا الجانب الأوروبي. إلا أنه يجب القول حتى الآن لم يخرج موقف أوروبي مستقل يقول أنا وسيط جغرافي وسيط سياسي بين الاثنين، إنما يقف حتى الآن إلى جانب واحد. سأكمل في الحديث حول الموقف الأوروبي أستاذ أكثم سليمان، تحديدا يعني الدول التي تعتبر قاطرة القرار الأوروبي، فرنسا وألمانيا. لكن سأعرض أيضا تقرير قصير جدا لزميلة محمد أبو عبد الله يسلط الضوء على ما يجري في منطقة البحر الأسود، نتابع التقرير. ما الذي يحدث في البحر الأسود؟ مناورات لحلف شمال الأطلسي غير مقررة تجريها الولايات المتحدة، يقول بوتين مشددا على وصفه مكررا إياه. فما الذي يستدعي هذا التجيش الحربي وقد سبق لواشنطن وحلفائها أن أجروا في المنطقة ذاتها مناورة ضخمة في النصف الأول من الصيف الماضي؟ ليس واضحا أي تدريبات يقصدها بوتين، والكلام لإذاعة أوروبا الحرة التابعة للإدارة الأمريكية في موقعها الإلكتروني تعقيبا على تصريحاته، وهي إذاعة موجهة نشأت في حقبة الحرب الباردة. لكن الأكيد هو أن البحر الأسود قد بات ساحة للرسائل والرسائل المضادة، ولا سيما أنه يحيط بشبه جزيرة القرم، وهي لحد الآن غير معترف غربيا بتبعيتها لروسيا منذ ضمها إليها من أوكرانيا قبل أعوام. في التوقيت القريب يأتي التحرك الأمريكي الأطلسي الذي يقصده بوتين عقب إعراب واشنطن عن قلقها مما أسمتها أنشطة روسية عسكرية بالقرب من الحدود الأوكرانية. حذر حينها وزيرها للخارجية أنتوني بلينكن، وكان ذاك يوم الأربعاء الماضي، من ارتكاب خطأ فادح آخر بشأن أوكرانيا، في إشارة إلى الدور الروسي في بداية توتر المناطق الشرقية الأوكرانية في عام 2014. إنها تحركات عسكرية روسية يقول الأمريكيون، ومريبة في حجمها ونطاقها. في التوقيت البعيد يبدو التحشيد الأطلسي الغربي الموصوف روسيا بالمناورات غير المقررة ردا على مناورات روسية جرت بداية الشهر الحالي في البحر الأسود. وأما في السياق الأوسع، فيرتبط تسخين مياه البحر الأسود عسكريا بتصاعد في أزمة أوكرانيا يتجاوز المعتاد منذ سنين، وبتأجج خلافات أخرى في أوروبا بينها قضية الغاز الروسي، حتى أن الحديث جار عن خطة روسية لغزو أوكرانيا وهو ما نفاه الكرملين. فهل هي نذر حرب الحسابات الخاطئة لدى الطرفين، أم أن المقبل سيكون تخفيض التوتر بعد استعراض القوة المتبادل، حيث البديل للانزلاق الخطير يكون تسريع الحلول الدبلوماسية؟ سيدة إلينا سبونينا، المعلومات التي يتم تبادلها بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأشير إليها بشكل واضح، بأن روسيا تجري تحركات وحشودات عسكرية بهدف غزو أوكرانيا، وعلى ما يبدو بأن هناك قناعة في أوكرانيا، أو سواء كانت المعلومات مصدرها الولايات المتحدة أو أوكرانيا، ولكن يبدو أن هذه التحركات في البحر الأسود تعتمد على هذه المعلومات. هل فعلا سيدة إلينا السبونينا موسكو تفكر في الدخول إلى الأراضي الأوكرانية؟
لا أكيد موسكو لا تفكر بهذا الشيء، نحن قيادتنا هي عقلانية، ومثل هذا الغزو ممكن أن يشكل كارثة سياسية واقتصادية. بالعكس نحن نرى الصورة معاكسة تماما، أنه هناك يبدو حد في واشنطن وفي دول البلطيق ويمكن في بولونيا من يريد أن يستفز روسيا، ومن يريد أن تتورط روسيا بمثل هذه العملية. ولكن حتى قرار بوتين بعدم بدء المناورات الآن فهو مرتبط بعدم رغبة موسكو في التورط وفي أن تكون مجرة لمثل هذا السيناريو. فبالنسبة للحشود العسكري الروسي فأكيد أن روسيا تقول بأنه هذا ليس صحيح، وحتى معلومات غربية هي متضاربة. أمريكان مرة قالوا أنه رأوا هذا الحشود، وزارة الدفاع الأوكرانية قالت أنها لا ترى هذا الشيء. فهناك معلومات حتى من عندهم متضاربة، يبدو أن هذا السيناريو مضيف من عندهم، وهناك حرب إعلامية ضد روسيا بالإضافة لمناورات حلف الناتو في البحر الأسود. طيب هنا سيد فلايتس، هذه الاتهامات اليوم لروسيا بأنها تخطط لغزو أوكرانيا ليست جديدة. العام الماضي أيضا كان هناك أزمة كبيرة وتصاعد في اللهجة، وكان أيضا الاتهام يقول بأن روسيا تحشد على حدود أوكرانيا، لكن تبين في العام الماضي أن هذا الموضوع غير صحيح. الآن يتكرر مرة أخرى، هل يمكن أن نعطي تفسيرا لذلك؟ طبعا كان هناك حشد متزايد للقوات العسكرية عند الحدود ما بين روسيا وأوكرانيا، ولا أعتقد أن هذه مصادفة، خصوصا كانت هناك يعني أيضا استفزاز ضد تايوان من قبل الصين. بعد خصوم أمريكا يعتقدون أن رئيسنا ضعيف وأن هذا يتيح فرص لمغامرات، ويجب أن أذكر في أن في عام 2014 غزت روسيا أوكرانيا عندما كان الرئيس أوباما في البيت الأبيض، وربما هذا مرتبط لما حصل في أفغانستان وانسحاب الولايات المتحدة. وهناك يعني فكرة في الرأي العام حول أن الرئيس الأمريكي قد يكون أضعف من رؤساء أمريكيين سابقين، ولا أعتقد، وأعتقد أن أمريكا تريد أن تعبر عن قوتها. وأعتقد أن الرئيس فلاديمير بوتين يزين حاليا فرصه ويرى نافذة فرصة فتحت أمامه، لأن أمريكا قد لا تكون مستعدة كما هي عادة بسبب وجود هذا الرئيس الحالي في البيت الأبيض. سيد أكثم سليمان، أيضا تطور لافت ما قاله الجنرال نيكولاس كارتر رئيس أركان الجيش البريطاني. تصريحه كان تصريحا يعني هاما للغاية، يقول أن هناك مخاطر أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة تنذر بنشوب حرب بين الغرب وروسيا، نظرا لغياب العديد من الأدوات الدبلوماسية التقليدية. يقول أيضا في هذا التصريح أنه ربما تحصل صدفة ما تؤدي إلى هذا الصدام. الوضع بهذه الخطورة أستاذ أكثر؟ أكيد، عندما تجتمع قوات عسكرية من طرفين لأي سبب، مرة يكونون في مكان ما في العالم يكافحون الإرهاب، مرة يحمون الملاحة كما ذكر الزميل من الولايات المتحدة الأمريكية قبل قليل وكأن هناك قراصنة في البحر الأسود،
أحيانا للدفاع عن أوكرانيا أو لحماية الأقلية الروسية من طرف آخر في أوكرانيا، الحجة لا تهم، المهم هو عدد الجنود ومسار الجبهة. لذلك تحدثت قبل قليل عن قوس أزمات، هناك توزع نعم يوحي بأزمة للجنود. هل يعني هذا الوقوع في حرب؟ ليس بالضرورة، لكن هو تموضع نعم أقرب إلى الاستعداد لاحتمال وقوع حرب. ذكرنا قبل قليل موضوع روسيا البيضاء وبولندا، إذا كانت الأزمة أزمة لاجئين فلماذا تدفع بولندا بآلاف الجنود إلى الحدود؟ ليس من اختصاص الجنود التعامل مع أزمة اللاجئين. سيد أكثم نعم. بعد الفاصل، لكن ذكرت أنا قبل قليل فرنسا وألمانيا بذلتا جهود كبيرة للوصول إلى اتفاق مينسك الذي اعتبر يعني نزعا لفتيل الأزمة في تلك المنطقة عفوا، ولكن الآن هذه المناورات التي تجري في البحر الأسود بشكل متكرر ودرجة الخطورة التي تصل إليها في بعض الأحيان كما الحالة التي تحدث عنها الآن أكثر، ألا يعني أن الولايات المتحدة تقفز على اتفاق مينسك وبالتالي تهدد الجهود التي بذلتها دول أوروبية للوصول إلى هذا الاتفاق؟ صح، بداية هذه الأنباء الواردة من البحر الأسود تؤدي إلى ما هو أكثر من غصة الحقيقة، لأن فعلا خلف الأكمة ما خلفها. الموضوع ليس الآن تحرير أوكرانيا أو حماية أوكرانيا، الموضوع هو استعراض عضلات. إذا أخذنا الأمر بهذا الشكل، إلى ماذا سيؤدي هذا الاستعراض؟ سيخلق إسفينا بين الجانبين الروسي والأوروبي، كما ذكرت قبل قليل محقا، الجبهة أوروبية والهم أوروبي والقلق أوروبي في هذه الناحية. الأمريكان لديهم بضعة آلاف من الجنود يرسلونهم إلى الموت هنا وهناك، أما بالنسبة للأوروبيين فهذا مكانهم وحياتهم ومستقبلهم. إذن هناك دق لإسفين بين روسيا وأوروبا، وهناك قطع طريق الحقيقة على قوى حاولت في الفترة الماضية التقارب بشكل أو آخر أو تخفيف التوتر مع روسيا، كالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتلاحظ الآن أن هذه الشخصيات في حالة صمت تام تجاه ما يجري، والصمت في الزواج وفي السياسة علامة الرضا أو عدم القدرة على فعل أي شيء في مواجهة الواقع القائم. الأوروبيون يشعرون بعجز في هذه اللحظات، تشعر ألمانيا، تشعر فرنسا بأن بولندا أو أوكرانيا حتى التي هي خارج التنظيمات الناتو وغيرها باتت أكثر قدرة على تحديد مسار الأمور وأكثر أهمية في تحديد مسار الأمور من أوروبا التقليدية. لذلك أتوقع أن تكون هناك دبلوماسية هادئة في الفترة القادمة لنزع فتيل التوتر، ليس حبا في روسيا أو روسيا البيضاء أو غير ذلك، وإنما حرصا مرة أخرى على الذات، الجبهة الأوروبية، وما يقوم به الأمريكيون يسخن الجبهات الأوروبية وبالتأكيد له أضرار على الحياة أيضا الاقتصادية في أوروبا إن استمر أكثر من ذلك أو تصاعد أكثر من ذلك. أستاذ أكثم، سيدة سبونينا، مستر فريد فلايتس ومشاهدينا، سنتوقف مع فاصل ثم نعود بعده للحديث عن أزمة مرتبطة أيضا بما يجري البحر الأسود تتعلق بالمشكلة مع بيلاروسيا التي تم توجيه الاتهامات فيها أيضا لروسيا، والتي بدأ عنوانها بالمهاجرين ثم انتقل بعد ذلك إلى شكل من أشكال السلاح والتسلح والتهديدات العسكرية. فاصل ونعود. مجددا حياكم الله. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يثير المشاكل في أوروبا ويقف وراء أزمة المهاجرين بين بيلاروسيا وبولندا، هي خلاصة مقال لصحيفة وول ستريت جورنال يتحدث عن الأزمة الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا. المقال رأى أن الهدف من إثارة أزمة المهاجرين هو زعزعة استقرار بولندا وجيرانها وتوليد الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، واصفا الرئيس البيلاروسي بدمية موسكو. من هذا المنطلق يعتقد الرئيسان الروسي والبيلاروسي وفق الصحيفة أن بإمكانهما الإفلات من العقاب، لأن أوروبا بحاجة ماسة إلى الغاز الروسي وسط أزمة الطاقة التي تعيشها. أما صحيفة نيويورك تايمز وصفت الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بوكيل روسيا الذي يستخدم المهاجرين سلاحا سياسيا
بوجه الغرب، مشيرة إلى أن مواجهته الأخيرة مع بولندا تثير المخاوف بشأن صراع عسكري محتمل. وشددت الصحيفة أهمية الأزمة الأخيرة لكون أحداثها تدور على طول حدود بولندا وليتوانيا وبيلاروسيا في منطقة لطالما اعتبرها حلف الشمال الأطلسي أحد أجنحته الأكثر هشاشة إذا شنت روسيا هجوما عسكريا. نسأل سيد فلايتس في واشنطن مباشرة، كيف تحولت الأزمة من أزمة مهاجرين إلى حشود عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا؟ على ما يبدو أن روسيا تستخدم المهاجرين كسلاح، ترسلهم من الشرق الأوسط إلى بولندا وتحاول هناك أن تغير يعني سياسة استقبال المهاجرين. وبولندا يعني في وضع حساس جدا، لا أعتقد أن بولندا قد وافقت على شروط الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمهاجرين، وأعتقد أن بوتين يرسل هؤلاء المهاجرين عبر الحدود، وهذا ما أدى إلى الحشد العسكري لضبطهم. وأعتقد أن الهدف من ذلك هو إلهاء الرأي العام عما تفعله روسيا في أوكرانيا. وأعتقد لهذا السبب نحن بدأنا برؤية هذا الحشد العسكري عند الحدود لمنع المهاجرين من عبور الحدود. سيدة سبونينا، إليك مباشرة. ما يجري هو افتعال أزمة من قبل روسيا على حدود الحدود الأوروبية من بيلاروسيا، وتغرق الرئيس فلاديمير بوتين يغرق أوروبا بالمهاجرين واللاجئين. لا أبدا، هذه هي رواية غربية، وهي رواية غريبة جدا. هم يقولون أنه كأنه بوتين هو العقل المدبر ظهور المهاجرين على الحدود ما بين روسيا البيضاء وبولونيا، بعدين يتهمون خطوط تركية أيضا بهذا الشيء، ويتهمون خطوط روسية بتنفيذ هذه الخطة. هذا غير واقعي. لكن كيف وصل كل هؤلاء سيدة سبولينا إلى تلك الحدود؟ كيف وصل هؤلاء؟ لنسأل أمريكان لماذا أكثرية هؤلاء هم من العراق ومن أفغانستان، هم بعضهم عرب بعضهم أكراد وأكثريتهم من بلدين فقط، فلماذا يهربون من العراق وأفغانستان؟ لأنه قامت أمريكا في زمانها بعملية عسكرية هناك بشكل غير قانوني، وعلى فكرة ضباط وجنود بولونيا شاركوا في هذه العملية. طيب عندما بولونيا شاركت في هذه العملية ولم تتحمل المسؤولية على نتائج هذه العملية، لماذا هي تستغرب الآن أن هناك لاجئين يريدون دخول أراضيها؟ بس إذا كنا نتحدث عن مجيئهم فأكيد هم حاولوا أن كيف هم أتوا، مثلا لاجئين أتوا إلى ألمانيا في سنة 2015، لاجئ هو يدفع ويبحث عن سبل، وهم وصلوا لروسيا البيضاء ولكنهم ببساطة لا يريدون البقاء هناك، وهم يبحثون عن دول أغنى من بيلاروسيا، فهم حتى يريدون الوصول إلى بولونيا كترانزيت، هم هدفهم الأساسي هي ألمانيا، الاقتصاد المزدهر في أوروبا. نعم واضح. سيد فلايتس، قبل أن نذهب إلى أستاذ أكثم سليمان، إذا سألت اليوم عن أكثر دولة صدرت لاجئين أو مهاجرين من مناطق النزاع والتوتر وتحديدا من سوريا خلال 10 سنوات إلى أوروبا، أي شخص سيقول لك مباشرة تركيا؟ تركيا التي قيل وأشير أكثر من مرة بأنها مارست ابتزازا للأوروبيين ماليا وسياسيا، وكان هناك كثير من المفاوضات السياسية على ظهر اللاجئين السوريين في تركيا. لماذا لم توجه لتركيا الاتهامات التي توجه لبيلاروسيا وروسيا الآن؟
طبعا تم انتقاد تركيا بشكل كبير، ولكن تركيا لم تستخدم المهاجرين كسلاح سياسي، في حين يبدو أن روسيا البيضاء وروسيا قد بدلتا من قوانينهما للسماح للمهاجرين بالوصول إلى الحدود، وهذا كان فعل مباشر من الرئيس بوتين. هم طبعا لم يدبروا هذه العملية، ولكن يبدو أن بوتين هو الذي دبر هذا الوصول، هذا الدفق للمهاجرين إلى الحدود ما بين بيلاروس وبولندا، ولا أعتقد أن هاتين الحالتين متشابهتين. رأيك أستاذ أكثم سليمان كما تتابع الموقف؟ بل هما أكثر من متشابهتين. حصل نفس الشيء، تركيا في فترة ما رفعت موضوع الفيزا عن أبناء الكثير من الدول العربية، بل جاء حتى أناس من الخليج وقفزوا إلى أوروبا، نفس الإجراء الذي اتخذته روسيا البيضاء عندما ألغت الفيزا لبعض مواطني هذه الدول. الأمر الثاني، عندما فعلت تركيا ما فعلت، وبغض النظر الآن عن التقييم، نحن نقارن حالتين كما ذكرت محقا في سؤالك، حصلت على 6 مليار دولار للاحتفاظ باللاجئين فوق أراضيها. 6 مليار يورو. نعم صحيح، لن ندخل الآن في تصريف العملة، لكن معك حق، 6 مليار يورو هو مبلغ أكبر من الدولار. وحصلت على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، اتفاقية ند للند للتعامل مع موضوع اللاجئين. الآن لديك روسيا البيضاء، على ماذا حصلت؟ عندها عقوبات، ويهددونها بعقوبات إضافية. مشكلة الأوروبيين مع روسيا البيضاء أنهم أرادوا عزلها، أرادوا رفض حكومتها، أرادوا جعلها جزءا من سياسة بوتين الروسية التوسعية في هذا العالم وفق وجهة نظرهم، والآن يشهدون حالة مضطرون هم معها للحديث مع مينسك، وهو ما قاله الرئيس بوتين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما طلبت منه الوساطة، فقال كلمي الرجل، يعني هو قادر على التفاعل. وبالفعل بالمناسبة حتى شركة أجنحة الشام السورية أوقفت الآن طيرانها إلى مينسك، شركات تركية أوقفت ذلك، هناك طرق عملية التعامل مع الأمر بدل التحدث عن مفاهيم كبيرة على رأسها الحرب الهجينة. اتهموا روسيا بأنها تمارس الحرب الهجينة مع الغرب من خلال نقل اللاجئين وإدخالهم ولا أدري ماذا. هذه طبعا كلمات عسكرية، كلمات حربية، تحول هؤلاء اللاجئين الذين نعم هم قادمون من بلاد شهدت تجارب أمريكية، من أفغانستان إلى سوريا إلى العراق، أو محاولات أمريكية على الأقل لتغيير الأنظمة، لتغيير طبيعة البلاد. هؤلاء سيأتون من أي مكان، هم يأتون عبر إسبانيا في المغرب العربي، وهم يأتون عبر ليبيا إلى إيطاليا، وهم يأتون. لكن تلاحظ في حالة روسيا البيضاء تحول الأمر رغم قلة اللاجئين نسبيا إلى حديث عن الحرب الهجينة، وأن بوتين يحرك كل هذه الأمور. لذلك مرة أخرى لابد من إلغاء موضوع اللاجئين، إلغاء موضوع حماية الملاحة، والنظر إلى تحرك الجنود، هذا هو المهم على الأقل بالنسبة للمخطط العسكري. وما جرى في بين بولندا وروسيا البيضاء كان خطيرا جدا، لأن قوات من البلدين تجمعت على طرفي الحدود، مما يجعل الصدام في لحظة ما. أشرت لمسألة مهمة وأريد أن أسأل سيد فلايتس أيضا في واشنطن، في نقطتين طرحتا سيد فلايتس. الأولى من السيدة سبونينا، تحمل واشنطن مسؤولية والدول الغربية مسؤولية أزمة اللجوء في أساسها، يعني هذه الدول خاضت الحرب في سوريا وخاضت الحرب أو دعمتها على الأقل، خاضت الحرب في العراق في أفغانستان، وهذه الدول التي تخرج منها المهاجرين، هذه نقطة. السيد أكثم سليمان أيضا في المقارنة تحدث عن طريقة التعامل مع نموذجين، نموذج تركيا التي أعطت 6 مليارات يورو كتعويض لها عن عدم إرسال، أو كمبلغ لها لعدم إرسال المهاجرين، تم دعم اليونان، تم دعم صربيا وتبرير كل الأعمال التي قامت فيها صربيا لمنع المهاجرين من التقدم، بينما التعامل مختلف الآن، عقوبات على بيلاروسيا وحشود عسكرية واتهامات. و
لا شك في أن هناك أزمة هجرة من هذه البلدان، وهناك أسباب عدة لذلك، والعديد من الدول قد تلقي اللوم على الدول الغربية ربما لرعايتها لجوانب مختلفة في الحروب في الشرق الأوسط، ولكن هذا لم يكن السبب في أزمة المهاجرين عند حدود بيلاروسيا، لأن الروس هم الذين وضعوا هؤلاء المهاجرين هناك، هم غيروا قوانينهم وقوانين تأشيرات الدخول لكي يرسلوا هؤلاء المهاجرين إلى تلك الحدود. هم طبعا يحاولون إيجاد تبريرات تغطية على هذا الواقع، ولكن هذه هي الحقيقة. سيدة سبورينا، أنتقل إليك الآن مباشرة، أخذ أيضا رأيك بما تفضل فيه ضيفي، ولكن أيضا إضافة إلى ذلك مسألة التواصل السياسي حول هذه الأزمات، سواء موضوع المناورات في البحر الأسود أو الأزمة المهاجرين في بيلاروسيا أو من بيلاروسيا إلى أوروبا، الحلول يعني عندما حصلت شيء مشابه في البحر الأسود وكان في توتر كبير، حصلت قمة بين الرئيسين بوتين وبايدن وتم تخفيف أو احتواء التوتر. الآن هل ستحصل قمة جديدة؟ هل مطلوب أن يكون هناك تواصل مباشر بين الرئيسين حتى يتم احتواء هذه التوترات؟ نعم، هناك حديث في أوساط سياسية روسية أن المحادثات حول تحضير القمة على مستوى رئيسين بوتين وبايدن هي تجرى الآن، وهذا هو موجود. يقال أنه قبل نهاية السنة حيكون هناك حتى لقاء افتراضي ما بين رئيسين، ولكن من الأهم أنه هناك تحضير لقمة حية ما بينهما. ولكن صحيح أنه هناك سفن حربية أمريكية في البحر الأسود، ولكن نحن في موسكو نعتقد أنه مشكلتنا أساسية هي ليست مع أمريكا، وبايدن هو لا يريد توترا جديدا كبيرا مع موسكو، هو تركيزه الآن على الصين، على المنطقة الآسيوية. ولكن مشكلة هناك في قيادات حلف ناتو، وهذه المنظمة تبحث عن أعضاء وتريد أن تكون روسيا عدوا لهم، ومشكلة هناك في موقف دول جديدة أصبحت أعضاء في حلف ناتو منذ مثلا 15 سنة أو منذ 16 سنة فقط، مثل بولونيا، مثل دول البلطيق. هناك حتى مشكلة ما بين هذه الدول وبقية دول أوروبية، ما بين هذه الدول وأمريكا، فهم يبحثون عن أي حجة لتوطيد علاقاتهم بأمريكا وبالاتحاد الأوروبي. لننظر لبولونيا، عندها خلافات شديدة مع ألمانيا، خلافات شديدة مع رئاسة الاتحاد الأوروبي، هم حتى يلمحون إلى أمكانية خروجهم من الاتحاد الأوروبي، ولكنهم لا يريدون ذلك لأنهم بحاجة للتمويل من هناك، فلديهم مشاكل داخلية، فهم بحاجة لروسيا، لأنه بعض الأحيان وجود عدو كما تعلمون هو يوحد صفوف ومنظمات تشعر بأنها تصبح أضعف. طيب، هنا أستاذ أكثم، في فرق، وهذا يعني ما قالته السيدة سبونينا مهم للغاية، لأنه يعني نبهنا إلى مسألة الفرق في التعاطي مع روسيا بين الأوروبيين، بين الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبية، وبين الأطلسي كحلف عسكري، وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لكل إطار من هذه الأطر رؤية مختلفة في التعاطي مع روسيا والأزمات البينية، ليس كذلك؟
هذا صحيح، لكن مرة أخرى من وجهة نظر الرئيس بوتين أو القيادة العسكرية الروسية هم يعدون الجنود. أطلسيون كانوا أم بولنديون يكافحون اللاجئين، يكافحون الإرهاب، يكافحون الجراد، لا يهم الوضع الجيوسياسي الروسي، لا يتحمل تواجد الكثير من القوات على تلك الحدود الغربية. أيضا هم لهم تاريخهم ولهم تجارب سيئة مع هذه الجبهة، لم يأتي منها إلا الغزاة وحربان عالميتان. فبالتالي وجود صيغ مختلفة أو تأطيرات مختلفة للتحرك ليس بالضرورة عامل إيجابي، إنما نعم مع حق زميلة في موسكو أن قد يكون أحيانا هناك لقاء بين رئيسين أو اتفاق بين رئيسين، أيضا مع الرئيس ترامب والرئيس بوتين كان هناك نوع من التوافق، لكن سواء النخب الأمريكية أو النخب الأطلسية ونخب أخرى داخل تنظيمات أخرى تجعل الأمور تسخن مرة أخرى. أعتقد أن جزءا من السبب الذي جعل الرئيس بوتين يتعامل دعنا نقول بهدوء نسبي مع هذه المناورات رغم أنها تدور في عقر دار روسيا على الأقل البحري، كل الدول المطلة على البحر الأسود هي معادية أو شبه معادية لروسيا، مع ذلك كان رد الفعل هادئ ورفض اقتراح وزارة الدفاع الروسية. أحد أسباب هذا الموقف هو عدم رغبته في إعطاء الفرصة لدول أصغر كبولندا من داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي أو أوكرانيا من خارج الاثنين كي تخلق مشكلة بين الكبار. طيب فقط أستاذ أكثم حتى نوضح نقطة قبل أن أذهب السيد فليتس في واشنطن ونختم هذا الملف، فيما يتعلق بضم أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو، وأنا قلت في بداية ربما هذه الساعة بأن هناك رفض روسي مطلق لهذا الأمر أو تعتبره خط أحمر انضمام هذه الدول المجاورة لحلف الناتو، هل أستاذ أكثم الأمريكيون أمريكا تريد لديها مصلحة بأن تكون هذه الدول ضمن منظومة الأطلسي ولكن دول أوروبية تنظر إلى هذه الدول على أنها عبء لأنها لا تنظر فقط إلى الجغرافيا السياسية لكن تنظر أيضا إلى الاقتصاد إلى الديون إلى الفساد في هذه الدول وبالتالي المعايير هنا مختلفة؟ الموضوع استراتيجي وليس معايير اقتصادية. إن شئت تعريفا لحلف شمال الأطلسي هو نعم حلف دفاعي لكنه في حالة توسع دائمة. الحلف الدفاعي الذي يتوسع بشكل دائم هو أكبر حلف هجومي في هذا العالم، لأن عمليا كلما خطى خطوة إلى الأمام باتجاه مثلا ضم جورجيا أو أوكرانيا فإن أي احتكاك بين جورجيا وروسيا أوكرانيا وروسيا سيجعل من المادة الخامسة في ميثاق هذا الحلف أمرا قابلا للتفعيل واندلاع حرب على هنا مستوى اسمح الحلف. لي أستاذ أكثم أن أختم لأنه انتهى الوقت مع سيد فلايتس، النتائج سيد فلايتس في نهاية المطاف ما الذي سوف يحصل؟ لا أعتقد أنه سيكون هناك نزاع في البحر الأسود، أعتقد أن الروس يعني سيجرون تحرك استفزازي بدورهم. وإنما انتقالا إلى موضوع الناتو، أنا لا أعتقد أن جورجيا أو أوكرانيا سيتم إدخالهما أو ضمهما إلى الحلف في المستقبل القريب، لأن هذا سيكون فعلا استفزازيا ضد روسيا وقد يكون هناك تحرك روسي ضد ذلك، وإنما أنا لا أرى أن ذلك سيحدث في المستقبل القريب. سيد فريد فلايتس رئيس مركز السياسة الأمنية في واشنطن، أشكرك جزيل الشكر. أستاذ أكثم سليمان الإعلامي والخبير في الشؤون الأوروبية من برلين، أيضا شكرا جزيلا، وكل الشكر للسيدة إلينا سبونينا مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية من موسكو. مشاهدينا المسائية انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.